سيدي مديب، كان القيل والقال بعد نهايه المقابله المنصرمه حول يعني الحدث ديال مغادره اللاعبين والتوجه ديالهم مباشره الى مستودع الملابس، يعني اللي رفع اللبس عن ذلك القيل والقال، ما هو تفسيرك لهذه المساله ولكن ممكن حول خلفيه هذا الفعل اللي قام به الفريق؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنبغي بهذه المناسبه نبارك لجميع مكونات النادي على هاد ثلاث نقاط اللي كانت ثلاث نقاط يعني كنا في حاجه لها من بعد واحد سلسله ديال عدم التوفيق. اللي نبغي نقول هو حنا كنعتبروا راسنا كاسره داخل النادي القنيطري، ان اربعه الاضلاع اللي كتمثل النادي القنيطري، اللاعبين، الأطقم التقنية والطبية، المسؤولين، وكذلك الجماهير ديالنا اللي كنكنوا لها الكثير من الاحترام والتقدير. وبهذه المناسبة كنهديها من ثلاث نقاط، وكنتمنى أننا نواصلوا في النتائج الإيجابية لرفع اللبس على هذاك التصرف ديال اللاعبين بعد ما غادروا مباشرة بعد صافرة الحكم النهائية ديال المقابلة. أنا اللي كنت طلبت من اللاعبين أنهم إن فوا الأربيتر يعني ينهي المقابلة يلتحقوا بالمستودعات بأسرع وقت ممكن، باش كما كان كيعرف الجميع من بعد الإعلان عن ضربة الجزاء ف البونتوش ديالنا والبونتوش ديال سميتو ديال الفريق الخصم دخلوا في واحد الشنقان، وكانت بزاف ديال المشاحنات يعني الشيء اللي ما بغيناش انه اللاعبين يدخلوا فيه، باش ما يمكنش حنا مع الفريق الخصم ما عنده ما يخسر، ولكن حنا عندنا الاهداف ديالنا وحنا استبقنا الحدث. وطلبت من اللاعبين ان ان فوا يصفر الاربيط الكوتسيت اللي فينا ليلتحقوا بمستودع الملابس باسرع وقت. وكان الى الجماهير ديالنا ديال حلاله خداو يعني ذاك الميساج يعني بصوره سلبيه، فاحنا ما كناش كنقصدوا اننا ننسئوا لهم، وكنقدموا لهم الاعتذار ديالنا، وانا بالنيابه على انني طلبت من اللاعبين بالنيابه على جميع اللاعبين كنطلبوا الاعتذار ديالنا من حلاله، وهما فوق رؤوسنا، هما السند الوحيد ديالنا. وكما جا في التصريح ديالي من بعد المقابله، فاحنا كنلعبوا على لي كولور وكنلعبوا من اجل الجماهير ديالنا، من اسعاد الجميع يعني، ونفرحوا العائلات ديالنا، نفرحوا الجماهير ديالنا. وكنعرفوا ان في مدينه القنيطريه كتنفس كره القدم، ويعني الجميع كيبغي انه الفريق يوم الاحد ينتصر، باش كتعم الفرحه وكتدخل الجميع بيوت ديال يعني في مدينه القنيطره. وبعد المناسبه كان غير نوصل واحد الرساله للجماهير ديال حلاله، انكم نتوما السند ديالنا، وحنا دائما كنستحضركم معنا حتى منذ بدايه الموسم، وكنلعبوا من اجلكم ومن اجل الديكولور ديال النادي. ونتمناو ان ما يكونش تاثير سلبي على في النفوذ ديالكم، وان شاء الله ان نبقاو دائما ملتئمين، نبقاو دائما متحدين، ونواصلوا المسير ديالنا ان شاء الله فيما تبقى من البطوله. ونتمنى ان شاء الله يعني التوفيق للاعبين، لان كيبذلوا مجهودات كبيره. وبهذه المناسبه كنبغي نشكرهم، كنبغي نطلب منهم انهم دائما يبقوا مركزين في العمل ويشتغلوا بمسؤوليه، وان شاء الله نخرجوا من هذه الفتره هذه بالنتائج الايجابيه من المقابله الاخرى ان شاء الله. السلام عليكم، كنعتذر باسمي واسم مكونات الفريق على سوء الفهم اللي كان طرا نهار ماتش ديال مريتش، اللي خلانا نغادروا الملعب هو كانت مشاحنات بيننا وبين الفريق الخصم، لذلك كان اضطر المدرب انه يقولنا نغادروا فورا انتهاء المباراه لتجنب الاصطدامات مع الفريق الخصم. ومن هذا المنبر كنعتذر للجماهير القنيطريه اللي هي السند الوحيد ديالنا في المدينه، وان شاء الله غادي يكون غير الخير في المقابلات القادمه.